الاسلام اهلا بيك وأهلا بكل الجمهور. اوصف لنا ماذا يحدث في ملعب المباراه يا كريم. يمكن عايز ابدا معاك في الجمهور، كان عندنا معلومات كثيره من الصحفيين او من المباراه ان كل التاثير تفشي او نقدر نقول تفشي، لكن يمكن الملك النهارده محطات في خلاص فاضي 7 دقائق ونص اللي متواجد نقدر نقول من 10 ل 15000 حاجه طبعا طيبه جدا. كمان حاجه مهمه وهو درجه الحراره الملعب. طيب معلش هو انا مش سامع كويس يا كريم علشان برضو الناس تحاول تسمع، ولكن هو من الواضح ان عدد الجمهور مش زي ما احنا كنا متخيلين ان هو هيوصل، ده اللي انا قدرت يعني ودرجه الحراره ودرجه الحراره هي دي اللي احنا سمعناها. حاجه ثانيه يعني هو لو ان طبعا هناك انت عارف الخطوط وحشه جدا جدا، فبنحاول على قد ما نقدر لو عرفت انتوا حتى. طيب قول يا كريم، قول يا كريم اتفضل. يمكن ناكد على كلامك صح، بس هو عندنا طبعا ازمه هنا في الاختبارات لسه هرجع معاك للجمهور عدد قليل تمام. بعدونا اشكرك يا كريم على هنكلمك مره اخرى نعرف برضو